السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم حتى تبدون آراءكم بالمواضيع اللي راح نطرحها. ونبدي حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وهي حلقة خاصة راح نحكي بها عن الزلزال. اللي يريد يشارك ويانا بأرقام الهواتف، أرقام الهواتف أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة واتساب على الرقم اللي بصفة إشارة واتساب حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدينا الكرام. أخواني الأعزاء، حلقتنا اليوم هي حلقة خاصة راح نحكي بها عن الزلزال المدمر اللي ضرب كل من تركيا وسوريا، وآثار هذا الزلزال على الناس هناك. بداية، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، ونسأل الله الرحمة والمغفرة لمن راح ضحية هذا الزلزال والشفاء العاجل لكل مصاب بسببه، ونقدم تعازينا الحارة لكل من الأهالي بتركيا وسوريا ممن فقد محب بسبب هاي الكارثة اللي صارت. الزلزال ضرب فجر يوم الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا. كان الزلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر، 7 درجات و7 أعشار الدرجة. وراء كم ساعة إجا زلزال ثاني بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر. ذن الزلزالين الكبار خلفاً خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات بكل من تركيا وسوريا. وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال اللي ضربت أو الزلازل اللي ضربت البلاد إلى 1651 قتيل، وأعلن عدد الجرحى أكثر من 11119 شخص. خلونا نشوف سوية مشاهدينا الكرام بعض اللقطات لانهيار المباني السكنية وراء الزلزال المدمر اللي شهدته تركيا فجر هذا اليوم. Aman ya Rabbi, aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allah'u ekber. Bırak bunu abi. Ya gerizek ya. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçelim dışarı. Lan insan vardı. هذا الفيديو اللي شفتوه امامكم، والناس كانت تتصور وبعض المباني انهارت امام اعين الناس، وهم يدعون الناس ان يخرجون خارج منازلهم خوفا على ارواحهم ان يصيرون تحت الانقاض. اداره الطوارئ والكوارث التركيه قالت انه زلزال بقوه 7.4 على مقياس ريختر هو اللي ضرب ناحيه بازارجيك من ولايه كهرمان مرعش جنوب تركيا، وعلى عمق 7 كيلومترات من مستوى سطح الارض. بوقت افاد به المعهد الامريكي للزلازل انه قوه الهزه الرئيسيه 7 درجات و8 أعشار الدرجة على مقياس ريختر. واعلنت السلطات التركيه رفع حاله الانذار بالبلد الى المستوى الرابع، وهذا يعني انه يشمل طلب المساعده الدوليه من الاسره الدوليه. ووفقا لوكاله الصحافه الفرنسيه فرانس بريس، يعتبر هذا الزلزال هو الأكبر بتركيا من زلزال مرمرة اللي صار سنة 1999، واللي تسبب بذاك الوقت بمقتل 17,000 شخص. خلونا نشوف سوية صور من آثار الدمار اللي خلفتها الزلازل بمدينة أنطاكيا على الحدود ويا سوريا. أنطاكيا برضه شو هم؟ يكم هر yere vurmuş. Ayakta bina yok. Erdoğan'da Ankara'ya geldi. Afat'tan da Afat'tan geldi. Afat'tan da Afat'tan geldi. Afat'tan da Afat'tan geldi. Afat'tan da Afat'tan geldi. Sabah
Hepsi yıkılmış. Yo. Elif Gül'üymüş mesaj attı. Duydun mu Elif Gül'üymüş? مثل ما لاحظتم مشاهدينا الكرام أحياء بأكملها سويت وهي الأرض ومن استطاع الصمود فإما استند إلى مبنى بجواره قوي أو المبنى الجديد أو يعني رحمة رب العالمين. مرصد الزلازل بتركيا حذر من خطر حدوث موجات التسونامي بالمحافظات الساحلية التركية وأكد أنه المركز خبر 14 دولة بهذا الشيء ونبه أنه أكو ارتفاع طفيف بمستوى المياه ببعض المحافظات التركية الساحلية وأضاف أنه الزلازل اللي صارت بتركيا وتعتبر هذا الزلزال الأخير هو الأكبر من سنة 99 لحد هاي اللحظة. خلونا نشوف صور ثانية للكارثة اللي صارت بمدينة هاتاي وبمدينة كهرمان مرعش وراء الزلازل المدمرة فجر اليوم قبل أن نستعرض التعليقات وهاي الصورة وياكم. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام صور جوية لمدينتي هاتاي وهنا مدينة كهرمان مرعش. الصور الأولانية يعني أحياء بأكملها وقعت، صورة ثانية لمجمع سكني بناية بالأكمل يعني نصفها نزل إلى الأرض. الله يستر الناس اللي كانت موجودة هنا ويحميهم ويرحم الضحايا. صور أخرى للدمار اللي حاصر نتيجة الزلازل المدمرة، انفجار أنابيب الغاز، كل هاي الأمور صارت في فصل شتاء بارد وقارس، وخصوصا أن تركيا تشهد هذه الأيام عاصفة ثلجية ومنخفض جوي قطبي تعاني من عنده، وكانت هاي الصور للدمار اللي حاصل بمدينتي هاتاي وكهرمان مرعش. ناس ورا ما شافت هذه الصور، ورا ما شافت هذه الفيديوهات، ورا ما شافت الكارثة اللي عانت من عندها تركيا فجر هذا اليوم، غردت وعلقت على هذا الموضوع، وعندنا بعض التعليقات اللي اختاريناها لكم من منصة فيسبوك. أسماء السعيداني تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمتك يا رب، خفف عن إخواننا. جمال جده يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. جابر الشيخ: اللهم لطفك بعبادك في كل مكان، اللهم ارحم ميتهم ورد فقيدهم واشفي جريحهم واربط على قلوبهم أجمعين، اللهم آمين. خالد الملكي: 40 ثانية اهتزت الأرض والرعب يضرب القلوب ويصيب النفوس، هلع وجزع وخوف شديد، فكيف باليوم الذي قال فيه تعالى: إذا رجت الأرض رجا، اللهم رحمتك. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع وحول موضوع الزلازل اللي ضربت تركيا فجر هذا اليوم. وزلزالين كبيرات تحديدا هنا الرئيسيات، الاول 7.7 درجة على مقياس رختر، والثاني 7.6 درجة على مقياس رختر. يعني اللي ما يعرف شنو مقياس رختر، مقياس رختر هو المقياس اللي يتم به قياس درجة الزلازل او قوة الزلازل، والحد الاعلى به 9. اتصور انه فقط باليابان كان اكو زلزال بالسابق عبر 9 او كم واحد معدودات، فلما نتكلم عن 7.7 الزلزال مهين، ومهما كان قصر مده الزلزال اكيد بنتائج، والنتائج شفتوها امامكم. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان توجه إلى مقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية اللي اختصارها آفات حتى يشرف بنفسه. عندنا اتصال،
ابو عمر من بغداد، حياك الله ابو عمر. حياك الله استاذ افل، وحيا الله قناه الرافدين وجميع الساده المشاهدين الكرام. حياك الله. بالاول استاذ افل نعزي شعبنا واهلنا اللي بتركيا واللي بسوريا، اللي الله سبحانه وتعالى اللي هو حكمته اللي صار بهم هذا الزلزال فجر هذا اليوم. نعم. ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين اسقطت عليهم كل الابنيه اللي بسوريا واللي بتركيا ايضا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه هاي البراكين او هاي الزلازل كل ما يحدث على الارض من قدره الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا، وان يكون ان يعني من تكون هاي المواقف نشوفها. نتمنى انه الحكومه وسلطه الاحزاب اللي عندنا بالعراق اللي عايشين اللي يشوفون قدره الله سبحانه وتعالى كن فيكون. بلحظة واحدة اللي هاي البشرية والأبنية اللي سوتها البشر كلها لحظة واحدة انهارت بسبب انه عمايلهم يبقى عنده الله سبحانه وتعالى. اذا كان عمايلهم زينة فالله سبحانه وتعالى يدخلهم جناتهم، فاذا كانت عمايلهم مو زينة فهاي تبقى يم الله سبحانه وتعالى على كل من عمل بالدنيا. احنا البشر انه الاسلام خاصة انه من 2003 لحد الان هاي الحكومات الفاسدة اللي دمرت الشعب العراقي واللي قتلت واللي نهبت واللي سلبت. نتمنى من الله ان يكون يشوفون هاي الاحداث اللي قاعد تصير بالعالم واللي قاعد تصير بالشعوب هاي. نتمنى ان يتخذون منها موعظة، ينتخذ ان يشوفون اجراء يعني للشعب المظلوم اللي انهدم وتدمر بسبب هاي سياساتهم العميلة الفاسدة اللي كتلت الشعب العراقي. ومهما يكون الظلم اللي قاعد نشوفه ما يجي من ظلم الله سبحانه وتعالى اللي راح يخسف بيهم الأرض وراح يخزيهم. هسه اللي قاعد نشوفه بتركيا واللي قاعد نشوفه بسوريا يعني فشي يعني كبير بالمحافظات اللي صارت بيهم. سلطات الحكومات اللي بتركيا او سوريا راح تقيم يعني الدعم لهاي الناس اللي تحت الانقاض وتحت الابنيه اللي صارت، وكيف راح تعالج هاي الناس اللي انضرت والابنيه. يعني انا متاكد انه الحكومه التركيه راح ما تطول يعني اكثر من خلينا نقول اشهر راح ترجع هاي الابنيه وراح ترجع هاي الامور اللي صارت بسبب هذا الزلزال، وراح تعوض الناس اللي صارت اللي من قبل هذا الله سبحانه وتعالى قدرة إلهية. فإحنا هاي اللي أمور تصير يعني الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف العبد، بس إحنا بالعراق عايشين هاي اللي الناس النزحة بسبب القصف بسبب الضربات الجوية العراقية اللي ضربت أبناء وإخواننا بالمحافظات. لحد الآن أي إجراء ما سواه ولا رجعوا النازحين لا فكوا السجناء من سجناهم، كل هاي الامور بسبب الطمع والجشع اللي قاعد عندهم. مخافه الله ما عندهم، مخافه رب العالمين ما عندهم. خليهم ينظرون كيف انه يشوفون هاي ضربات الله سبحانه وتعالى، خلي يشوفوها، خلي يتعظون من هاي الامور اللي قاعد تصير. لكن للاسف هذول ناس فاسدين وناس فسقه ما يخافون من الله سبحانه وتعالى ولا يستحون من البشريه. فمهما كانت الامور ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل والرحمه والخلود لجميع شهداء الاسلام في سوريا وفي تركيا. وانا اشكرك وتحياتي. شكرا 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 لك ابو عمر. المهم مشاهدينا الكرام، حتى الناس تعرف مدى قوة هذا الزلزال، الزلزال لم يضرب تركيا وسوريا، عفوا مركز الزلزال هو تركيا وشمال سوريا، لكن شعرت به الكثير من البلدان. هنالك أخبار تقول أن أرمينيا شعرت به، اليونان، قبرص، المملكة الأردنية الهاشمية، شمال لبنان، لكن كان مركز الزلزال في شمال سوريا وجنوب تركيا، وكان التأثير الأساسي في هاتين المنطقتين اللي شفتوا جزء من الدمار في الجنوب التركي. الشعوب عفوا الحكومات اللي تحترم شعوبها راح نشوفها شنو اجراءاتها لما يتعرض احد المواطنين او جزء من الشعب الى كارثه، فما بالك لما يتعرض الى ظلم سياسي. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان توجه الى مقر اداره الكوارث والطوارئ التركيه اختصارها افاد حتى يشرف بنفسه على عمليات البحث وعمليات الإنقاذ اللي متعلقة بزلزال كهرمان مرعش. ولفت أردوغان الانتباه إلى أنه زلزال مرعش اللي صار فجر يوم الاثنين يعتبر
أكبر كارثة شهدتها تركيا من زلزال أرزنجان سنة 1939. وقال نصاً: دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلازل، وولايتنا استنفرت كل إمكانياتها وأعلن الرئيس التركي الحداد العام في كافة أرجاء تركيا ولمدة أسبوع كامل بعد الكارثة اللي تسبب بها الزلزال. والدولة وسائل إعلام تركيا صور مؤثرة للحظة إنقاذ الضحايا من تحت ركام المنازل والمباني المدمرة. خلونا نشوف سوريا. تكبير. Çok şükür. Elhamdülillah bir arkadaşımızı kurtardık. Beyler aşırın, aşırın. Bravo. Ya ölürüm aşırın. Çok şükür. Hadi aşırın beyler. Aşırın. هذه صور وهنالك صور أخرى. بهالوقت قررت الدول العربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا ودعم الشعب التركي بمواجهة آثار كارثة الزلازل اللي ضربت جنوب البلاد فجر يوم الاثنين. وأعلنت كل من الدول التالية: قطر، مصر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، الجزائر، وكذلك جامعة الدول العربية، أعربوا عن تضامنهم وإرسال معدات وآليات ومواد إغاثية أو فرق إغاثية ومستشفيات ميدانية إلى تركيا للوقوف ويا تركيا ويا الشعب التركي ويا أبناء الإسلام في تركيا بمواجهة تبعات هذا الزلزال المدمر. خلونا نشوف جانب من عمليات الإنقاذ اللي نفذتها طواقم الدفاع المدني التركية قبل أن نستعرض التعليقات. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. باخ جالي وباخ. باخ. أين كشوكاري؟ أين كشوكاري؟ سلامي أين كشوكاري؟ أونج أين كشوكاري؟ أبي إسرائيل. بكر. دور أبي دور شنطة إيش خطر؟ بكر. بكر. شنطة فيها. تبص على شرمي دار. هادي يا باشا. تاكل. يا باشا. قادم هذا. مثل ما لاحظتوا في اللقطة الأخيرة، الثلوج تسقط على رؤوس الناس في 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 برد الشتاء، وهذه الكارثة الإنسانية اللي صارت في تركيا، ومع ذلك الناس واقفة وتحاول تساعد بعضها البعض. بعد ما شافت الناس هاي الفيديوهات اختارينا لكم بعض التعليقات بهذا الخصوص. وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك سعيد سليمان يقول: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه يا رب. سارة السهيل تقول: اللهم يحفظهم ويرحم من رحلوا ويكون بعون المتضررين. وأمير العيسى يقول: اللهم الطف بإخواننا الذين وقع عليهم الزلزال، وأعنهم وفرج كربتهم وأجبر مصابهم واربط على قلوبهم وسلم جرحاهم واغفر لموتاهم، اللهم آمين. ونبيل زين عابدين أحمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. فكانت هاي التعليقات والأدعية في خصوص ما حصل في تركيا. وهنالك الكثير من المقاطع التلفزيونية التي أو الفيديوية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي بيّنت حجم الكارثة. هنالك صور من لحظة وقوع الزلزال في بداية الأمر فجر يوم الاثنين، وتلتها الكثير من الفيديوهات، لكن الوقت لا يسعنا أن نعرضها جميعا على مرامكم. أبو علي من الديوانية حياك الله. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
الكوارث الطبيعيه تصيب كل العالم. نعم. بس نقدم التعزيه للشعب التركي وليس للحكومه التركيه لقطعه الماء علينا. نعم. نقدم التعزيه للشعب التركي وليس للحكومه التركيه. لأن هي من قطعه الماء علينا. طيب. هي وايران وسوريا. نعم. هذا هي قطعة الماء علينا، هي قطعة شعب العراق فقير، احنا بالجنوب فقرة قطعة الماء. ابو علي، ابو علي بس اذا تسمح لي، يعني بعيدا عن الامور السياسية، بعيدا عن ما يحصل، احنا كنا نعرف ما يحصل من امور سياسية، لكن هنالك كارثة انسانية. اليوم حلقة اليوم هي حلقة انسانية بحتة، نتكلم فيها عن معاناة، تكلمنا فيها عن بعض الصور من تركيا لأنه كان مركز الزلزال فيها، وإذا تتابع الحلقة راح نطلع لك ما حصل في سوريا أيضا، فهي حلقة إنسانية. اتركنا من السياسة وخلينا نكون مع أبناء هاي الشعوب. حبيب الكريم، احنا نشرب من صرف الصحمة، يعني شطوط الديوانية كلها ما يخيار، مجرد خيار، حشا السامع، حشا الإذاعة. نعم. والسياسيين مالتنا هم اللي جسمه، وما حتى ما حدنا وعنا غير بس الله. نعم. احنا نريد الزلزال يوقع بالسد التركي، ما نريد الزلزال من رب العالمين يوقع بالشعب التركي، احنا الشعب التركي اخواننا، نريد يوقع بالسد التركي. والسدود الايرانيه. جزاك الله خير الجزاء. او خلينا نقول السدود الايرانيه والسوريه، كل من اذى الشعب العراقي الله يأذيه ان شاء الله. شكرا لك ابو علي. محمد من امريكا حياك الله. احيي قناه الرافدين البطله. حياك الله اخوي. عزيزي، نعزي انفسنا تركيا وسوريا، الله يرحم الشهداء ويشافي كل جريح جاء حبيب محمد. نعم. هذه تصير عبره للاسلام المزيف، هذا جاي يحكم العراق، ياخذون عبره. ذول جاي يحكمون العراق الملالي تابعين ايران. هنشوفون شوف رب العالمين بعد عينه ضرباته ترى دقائق ويهجمها هجم عليهم. اخونا هذا الزلزال منطقه الخضراء، والزلزال هذا الثاني مال سوريا بالحنانه، يم ذول اهل العمايم، ذول تابعين لايران، يمحيهم رب العالمين محي من الخارطه. ذول دمروا الشعب العراقي، كفيلك الله، والله يرحم الشهداء ويشافي كل جريح جاء حبيب محمد. وحياك قناة الرافدين البطلة، واشكرك استاذ عمر. شكرا أسد شكرا عمريتي. شكرا لك اخ محمد. ابو علي من الناصريه حياك الله. حبيبي شلونك اخوي؟ هلا بيك يا الغالي. شلونك سعادتك؟ هلا بيك يا عمري. شلونك سعادتك؟ يسلمك قلبي. الله يعزك. ابا يعزي الشهداء هو شافي الجهال زين. نعم. الله اخوي، هذا اللي الزلزال صار، يعني شوف يعني يصير ان شاء الله، مو بس يعني بيران يصير زين، يم السياسي يصير، لان هذا شوف هذا الزلزال امتحان، هذا من رب العالمين. شوف احنا ما نشمت زين، الله يرحم الشهداء. نعم. ها ويشافي الجهال زين. نعم. والنساء. نعم. فهذا اللي اسمه الزنزال، الله يعني قل له شوف بنادم يا زينك. نعم. زين السياسيين هذول ماكو اللي فسدوا البلد، باقوا البلد، فجروا البلد زين، الميليشيات اللي ما عندهم رحمه. نعم. يعني هسه شوف ذول هسه احنا المعممين ذول هسه ماكو يعني شتم بالدين. نعم. شكرا 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 لك ابو علي. حامد من العماره حياك الله. الله محييك. هلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ شلون صحه؟ هلا بيك يا الغالي. استاذ الله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى. نعم. حامد من العماره حياك الله. الله محييك. إذا أمكن أخويا حامد بس تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى أنا أسمعك أسرع وأنت تسمعني أحسن. نعم. أستاذ العزيز،
هي لا شماتة. يعني هم هسه شقد الروع يعني صار روعة وتأذت العالم، والله لا يجعلها شماتة، وإن شاء الله الشهداء بالجنة وشاف الجرحى. يعني ما تروعوا من يضربون العراقيين بالتوك بالعمارة بالفطرة، يأخذون حدودنا يقطعون الماي علينا، احنا للعمارة يقطعون الماي علينا. بس للتصحيح، بس للتصحيح أخ حامد، أخ حامد بس للتصحيح على مود تكون على بينة، يعني الأتراك ما ضربوا عراقيين، أكو اتفاقيات ما بين الحكومات العراقية السابقة والحالية والموجودة الآن أنه القوات التركية تقدر تفوت 50 كيلو من الشمال العراقي لضرب منظمة إرهابية بالنسبة إلى تركيا، وهي منظمة مو عراقية، هم حزب العمال الكردستاني، وهذه المنظمة اللي هم دا يضربوها. أما أنه تقول لي ضربوا عراقيين، أقول لك اعطيني دليل. ضربوا قطعوا الماي هم وإيران عليك الدولار. طيب لا مو انا اصلع لك معلومه ودا ندخل بالثانيه. ايه قطعوا الماي علينا هم وايران لو لا؟ هم ما قطعوا الماي، هم يقول لك احنا بنينا سد حتى نخزن مي اللي حاجتنا، ومدى يقطع الحصص مالتكم، لكن اكو لا بلد لا اكو بلد حور لا. انهر اكو 15 مدري 16 رافد ايران شمرتهم نعم وموتوا حنان الساد. ما يصير هيك تحكي، يعني انت من تحكيك شنو العالم ما يسمعك؟ لا 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 اخ حامد، اخ حامد اخ حامد اخ حامد اللي سووا انهار وقبل ان انت قعدت، ماكو ديمقراطيه وماكو حريه. اخ حامد انا دا احكي لك الواقع، انا دا احكي لك هم يقول لك، انا دا اقول لك هم يقولون بس من رخصك. لا تركيا ما سوت انهار، هي وايران قطعوا الماء عن العراق. أخ حامد بلا زحمة عليك، تركيا بنت سد واحد قلبتوا الدنيا عليها، 15 رافد إيران قطعتها بالكامل عن العراق، 15 تركيا هو سد واحد بنتها. تقول يا أخويا أنا مو دا أقول لك هي حقها، لكن تقول لك أنا بنيت بأرضي بقاعي ببلدي يا أخويا البدي. هي قطعت إيران على صدام حسين الله يرحمه، وهي جابت طيب. شكرا لك اخ حامد. ابو سميه من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه تعازينا الحاره لجارتنا تركيا ولرئيسها خصوصا، فهم اصحاب فضل على قضيه النازحين العراقيين الذين نزحوا الى تركيا، وطالما وقفوا بجانب الشعب العراقي في قضايا العادلة. أما كلام الأخ الذي تكلم بنفس طائفي وذم تركيا وترك السم الإيراني، فنقول هذه الأصوات الطائفية النشاذ لا خير فيها، ونرجو أن تلجم. نعزي شعبنا بكل الضحايا الذين فقدوهم في تركيا، ولا ننسى موقف السيد أردوغان وموقف الشعب التركي وكيف أنه ساند النازحين العراقيين أيام سقوط الكثير من المحافظات في العراق. ولا ننسى أن نوجه تحية وتعزية للشعب السوري الصابر في الشمال السوري في إدلب وفي حلب وفي غيرها، وخصوصا في الأماكن التي يتواجد فيها الكثير من النازحين ويتواجد فيها بعض بقايا الجيش الحر من إخواننا السوريين. وأخص سوريا بالذكر، وقلبي يتقطع على النازحين الذين يعانون تحت الخيم وتحت البرد، فأتى الزلزال فوق ذلك كله. وأنا لا أنسى أن سوريا آوتني في حمص بسنتين في مدينة حمص في حي باب عمرو، وتحية لكل الشعب السوري. شكرا شكرا شكرا. ودعونا أيضا لا ننسى أنه تركيا اليوم تحوي العديد من الـ 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 يعني الأجانب، وعلى رأسهم أجاليتين العراقية والسورية، وهنالك الكثير من العراقيين والسوريين الذين يسكنون في تلك المناطق التي نكبت بزلازل يوم أمس. نتحول من تركيا نروح السورية. أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري شمال غرب سوريا مناطق الشمال بالكامل هي منطقة منكوبة بسبب الزلازل،
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه 58 قرية وبلدة سورية بإدلب على الأقل تضررت بسبب الزلازل، وطالب ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل عاجل حتى يغيثون السكان بالمدن اللي ضربها الزلازل. بحسب الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء، فجميع المناطق بشمال غرب سوريا هي مناطق بحالة كارثية بسبب الزلازل اللي ضربت المنطقة، وأضاف أنه جميع المناطق هناك شهدت انهيار لمباني ومساكن، وأظهرت الصور وثقها سوريون من مدينة حلب لحظة انهيار عدد من المباني ورا ما تأثرت المدينة بالزلازل. نروح الحلب ونتفرج سوية. كانت هذه الصور من حلب. هيئة علماء المسلمين في العراق أعربت عن تضامنها الكامل ويا الشعبين التركي والسوري في مصابهم الأليم نتيجة الزلازل المدمرة اللي ضربت عدد من مدن البلدين، وامتدت آثار هذه الزلازل إلى بلدان مجاورة ومنها العراق في أربيل ودهوك. يعني الناس إلى ساعات الصباح الأولى هم بالشارع وخايفين. الهيئة دعت ببيان أصدرته الاثنين، دعت دول العالم والمنظمات الإنسانية وأهل الخير أن يشاركون بإغاثة الناس ومساعدة المنكوبين والعمل على تخفيف آثار حجم الدمار والآثار الناتجة عن هاي الكارثة اللي تعتبر كارثة تدميرية وواسعة. وابتهلت الهيئة إلى الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والاحتساب، وإني من على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بالمنكوبين ويعينهم على تجاوز آثار هاي الفاجعة وتداعياتها. وأعلن المرصد السوري الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل اللي ضربت عدد من محافظات سوريا فجر الاثنين إلى 1083 وفاة إلى حد هذه اللحظة وإصابة تقريبا 2000 شخص. خلونا نشوف سوية آثار الدمار اللي خلفها الزلزال بمدينة إدلب السورية. تفضلوا. هذا المشروع كله صار على البيع. طلعهم ثلاث أربعة والباقي كله لسه وتحت. وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة السورية، طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية أن تتدخل بشكل عاجل حتى يغيثون الناس والسكان بالمدن والبلدات السورية اللي ضربها زلزال مدمر مثل ما راح تشوفون فجر اليوم. وأوضح بيان للائتلاف أنه الأضرار اللي تسبب بها الزلزال المدمر جسيمة وبالغة، وطالت يعني أذت مئات الأبنية السكنية ونجم عنها مقتل وإصابة المئات. وأضاف اللي فاقم من الأضرار وكثرة الأبنية المدمرة هو القصف الطويل اللي تعرضت إلى المدن والأحياء خلال السنين السابقة من النظام وحلفاء خصوصا بحلب وريفها. وأظهرت صور جوية اللي سجلتها طائرات الدرون حجم الكارثة اللي تسبب بها الزلزال بالمدن السورية وتحولها أو حول الزلزال هاي المدن إلى مدن منكوبة مثل ما أكدت مصادر محلية من ناكة. خلونا نشوف. Thank you.
خلونا نكون على بينة ونضع النقاط على حروف أو نضع النقاط على الحروف. سوريا أصلا هي بلد منكوب، بلد موكوب نتيجة اللي يسوي نظام بشار الأسد بالشعب وبالمدن من قصف وترويع للناس. فإضافة إلى نكبتهم جتهم نكبة ثانية، هاي رقم واحد. رقم اثنين، سوريا ما تملك القدرات البشرية ولا المادية ولا التكنولوجية اللي تملكها مثلا تركيا للرفع من معاناة الناس أو لانتشال الضحايا من تحت أو المفقودين من تحت الأنقاض. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا كانت مثلا تركيا تنظر إلى المواطن التركي بعين حب وبدأت تشتغل لراحته، خصوصا اللي نكبوا بالزلزال في مناطق الجنوب التركي، فما بالك في بلد كانت الحكومة هي اللي تقتل الشعب. فاللي تشرد نتيجة سقوط منزله وين راح يطي وجهه؟ رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما شافوا هاي الفيديوهات من شمال سوريا، وأكو فيديوهات أخرى أيضا علقوا على هذا الموضوع. صابر حراثي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم عنهم وفرج كرباتهم وأخرجهم مخرج صدق يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. جهاد أحمد، كان الله في عونكم إخواننا في سوريا الجريحة وتركيا. أبو جواد مصطفى، يا رب كن مع إخواننا في سوريا وتركيا وألطف بهم وخفف عنهم وارحم ضحاياهم وعوضهم خيرا يا رب. وأم عبودي لينا، يا رب خفف عن أهل سوريا بكل بقاع الأرض، يا رب يا رب يا رب ألطف بعبادك يا الله، يا رب إنهم مستضعفين بالأرض، يا رب كلهم عونا ومعينا. كانت هاي تعليقات الناس حول ما حدث في شمال سوريا. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أسقطت مباني بشكل كامل ومباني ثانية بشكل جزئي ب 58 قرية وبلدة ومدينة في سوريا، مثل ما ذكرنا ببداية ما دخلنا إلى الملف السوري، غالبيتها ضمن مناطق الشمال والشمال الغربي السوري، منها اللاذقية حماة حلب ضمن مناطق نفوذ النظام، ومارع والباب وعزاز وجندرس وسرمدة ومعرة مصرين ودرقوش وحارم وعزمارين وزردنا وسلقين ورام حمدان وجسر الشغور اللي تسببت بأضرار بعموم مناطق شمال غرب سوريا. بوقت بعدها فرق الإنقاذ تشتغل حتى تدور على العالقين وتنتشل الضحايا من تحت الأنقاض جو عشرات المباني اللي تدمرت بسبب الزلزال المدمر اللي ضرب شمال سوريا. وخلونا نشوف سوريا هذا الفيديو من هناك. طلعوا العالم كله تحت الأنقاض، ما في حدا يطالع. تعال يا بابا، تعال يا روحي، تعال تعال عمري، تعال. الله أكبر، 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 اللهم لك الحمد، الله أكبر، هاي الآثار الدمار هناك. ويانا اتصال علي من السماوة، حياك الله يا علي. علي علي تسمعني؟ علاوي، يبدو أن الأخ علي مدى يسمعني. مشاهدينا الكرام، مواطن سوري اللي دا تشوفوا أمامكم بهاي الصورة أطلق نداء استغاثة حتى تصير مساعدة دولية وعاجلة حتى ينتشلون الضحايا والمفقودين من جوا أنقاض المباني بسبب الزلازل اللي ضربت تركيا وجنوب تركيا ومدن الشمال السوري. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان طالب الجهات الدولية أن تتدخل بشكل فوري وعاجل حتى ينقذون المصابين وأن يتم الوقوف على الكارثة الإنسانية اللي صارت في شمال سوريا، بوقت فرق الإنقاذ السورية توصف بأنها فرق ضعيفة الإمكانات، فرق ضعيفة
اللوازم وفرق ضعيفة الدعم المادي بحيث ما عندها إمكانية أن تقوم بواجبها بصورة صحيحة. هاي صرخة المواطن السوري، خلنا نسمعها. يا أهل يا أمة محمد النخوي، العالم جندرس تحت الأنقاض، ما في حد يساعدنا، لكن بريسات إلى كل جميع فرق الدفاع المدني اللي بأطمي اللي بعقربات، تعوا يا أهلي، لك ما في حد، لك شويقيف ما في، قصامة ما في، العالم طيب وما عم نقدر نطالعها، كرامة لله، لك ماتت النخوي، دخيلكم عيال كاملة تحت الأنقاض، تعالوا. وغصت مستشفيات مدن شمال سوريا بالضحايا ومئات الضحايا والمصابين بسبب الزلزال المدمر اللي شهدته المنطقة، وأظهرت صور الازدحام اللي صاير بردهات واحدة من المستشفيات بالمصابين بوسط فترة أو مو فترة، هي صارت لازمة للعراق وسوريا، شحة بالمستلزمات الطبية بظل الأزمة الإنسانية اللي تشهدها سوريا. خلونا نشوف. الله أكبر، قتلى بالعشرات وجرحى بالمئات نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة سلقين فجر يوم الاثنين. يا رب سلم سلم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حالة هلع بين المدنيين الآن في فرق الإنقاذ، وكما تشاهدون الصورة تتكلم. سلقين ريف إدلب هنا من مشفى الأمل، الآن المشفى عاجز تماما عن استقبال الجرحى نتيجة الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حال إخوانكم في ريف إدلب في مدينة سلقين، وما زالت فرق الإنقاذ الآن تبحث عن العالقين تحت الركام نتيجة تهدم الأبنية السكنية التي هدمت نتيجة هذا الزلزال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجع لنا علي من السماوة، حياك الله يا علي. استاذ شلونك يا حبيبي؟ هلا بيك يا الغالي. انا لا تسمح لي ابدا اسولف الجانبين يعني بالموضوع، يعني اذا امكن بسرعه لان الوقت ما عندي. ان شاء الله ان شاء الله، جانب علمي وجانب انساني باختصار ان شاء الله. نعم. الجانب العلمي انا اقول يعني دوله مثل تركيا دوله متطوره، واكيد عندها مراكز ابحاث وعندها مراكز اللي على الترددات مال الزلازل والشيء. نعم. نعم. وين كانت هاي بلحظه قبل لا يصير الزلزال تنبئ المواطن؟ انت سألت وانا راح اجاوبك، هل يستطيع الجانب العلمي ان يدخل بالغيبيات وان يعلم بالغيب؟ لا لا، جاوبت نفسك. الله سبحانه الجليل. نعم. ولكن هسه من ضمن الغيب الانماء الجويه عندنا يقول باتر ممطر باتر كذا، هاي من ضمن الغيب يعني ممكن تعبئه الجانب. أما من الجانب اللي يهم الإنساني والمؤلم إنه ما أريد أقول مع احترامي، لأن ما في احترام للإنسان المجرد من الإنسانية. نعم. ما أقول إنسان بس المجرد من الإنسانية. نعم. اللي يقول والله دعوا علينا المي، واحد يقول حاربونا كذا، يا أخي هاي حكومات دول ما لها علاقة بالبشرية. أنا بشر، طفل، مرأة، رجل مسن، شنو ذنبه أنا أقول والله هذا حق فاد أو ما أعرف تسوى؟ هاي عقل مو شيمه، مو شيم العرب السماتة ولا شيم العراقيين. نعم. إحنا نقول نشمت نقول فلان سوى وفلان، هاي دول. نعم. ياما فعلا إحنا المفروض لا، بالعكس نقول ونعزي ونساند ونسد المساعدات. يا أخي نسينا إحنا للشرف، إحنا للطيب، هاي مو أخلاقنا أبداً. نعم. طلعوا ودي حضرتك على الهواء مع احترام البرنامجك أنت، يعني دولة ما يعطون صوت العراقي أبداً. نعم. أبداً. نعم. إحنا مو نسينا، إحنا العراقيين أهل الطيب، ما نرضى
أطفال ورضع ونساء. نعم أنا أشكرك أنا أشكرك أخ علي. يعني أنا قلت بالبداية أنه ده أحكي عن إنسانية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام, في لقطات أخيرة وصور مؤلمة وموجعة بسبب أن المواطنين السوريين وجهوا نداءات استغاثة بعد عجزهم عن انتشال الضحايا وإنقاذهم. بدأ حفر مقابر جماعية لضحايا الزلزال من المهجرين بالشمال السوري على حدود التركية بقرية أطمة, اللي عاشوا آخر 10 سنوات هاربين من البراميل المتفجرة والحرب اللي شنها النظام وميليشياتها ضدهم قبل أن يقضوا مصرعهم جوا ركام المباني اللي دمرها الزلزال. خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب بدنا الدفاع المدني, مجزرة يعني 30 وفاة في مخيمات أطمة, الله يبارك فيكم جميعا. الدفاع المدني التوجه على مقبرة أطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب بدنا الدفاع المدني, مجزرة يعني 30 وفاة في مخيمات أطمة, الله يبارك فيكم جميعا. الدفاع المدني التوجه على مقبرة أطمة. كانت هاي الفيديوهات, والناس لما شافت هاي على السريع راح اقرا التعليقات. دينا الدي بتقول اللهم انت حولنا وقوتنا, اللهم الطب بمن تحت الارض ومن فوق الارض, اللهم نجهم وارحمهم يا ارحم الراحمين. عمر الادلبي اللهم ارحم الشهداء وعاف الجرحى وفك قيد يلي تحت الانقاذ يا رب. وعبد الله محمود الله يتقبلهم جميعا برحمته ورضوانه والحمد لله رب العالمين. ونواه سلامه الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام, كانت هذه كل ما موجود عندنا في جعبتنا اليوم في حلقتنا الخاصة بخصوص الزلزال الذي ضرب جنوب التركي والشمال السوري. اللهم ارحم الموتى واشفي الجرحى يا رب, وأخرج من كان تحت الأنقاض. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله في مالله.